يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل حج إلى بيت الله سبحانه بالنيابة عن شخص آخر فأعطاه مبلغا من المال، ولكنه حج بنصف المال، فهل يجوز له أن يأخذ ما تبقى؟ إذا كان صاحب المبلغ شرط عليه أن يرد الباقي يرده، أما إذا لم يشترط عليه فهو له، صاحبه باذله له ولم يشترط رده. نعم. أو قال له حج ونفقتك علي في الحج، نفقتك علي، فيأخذ قدر ما أنفق ويرد الباقي، أما إذا أعطاه وسكت ولم يقل شيئا من ذلك فهو له. نعم.